الحقيقة هو ظاهرة ماهيش خاصة بولاية بيجة، بكافة ولايات الجمهورية. وبعد معناها التوصيات اللي جاتنا من الإدارة المركزية، قامت جميع الهياكل المتداخلة سواء التجارة، حرس، أمن، وكافة معناها مكونات الإدارة التونسية بمراقبة مسالك التوزيع وتقصي معناها اللخيان اللي على الغالب قاعدين معناها يحتكروا في مواد غذائية وقاعدين معناها يجمعوا فيها، اللي خلى نقص واضح السوق. ونقص باين معناها للعيان في السوق، بالرغم اللي مسالك معناها الانتاج تقول بتوفير المواد، لانه المستهلك الاخير الحقيقة ما يلقاش معناها حاجته من المواد هذه. اكيد هو الحقيقة احنا هذه نعتبروها معناها تواصل الجلسات نتاع معناها نتاع مقاومة مسالك التوزيع سواء في رمضان ولا من غير رمضان. تبقينا بصفة خاصة دعينا للجلسة هذه كنقولوا احنا معناها في اطار معناها الاطار العام للشيء اللي قاعد يصير، ومازلنا معناها باش نعقد جلسات اخرى خاصة بشهر رمضان اللي في باجة الحقيقة، على معناها خلافا لبعض الجهات تعرف حركية معناها كبيرة، حركية اقتصادية واجتماعية معناها ذات طابع خاص بولاية باجة. احنا بدينا في الاستعداد منذ تقريبا شهرين، قمنا بحملات معناها متواصلة باش نخفوا على الأقل من الانتصاب الفوضوي اللي تعرفوا جميع الأسواق في تونس. والحقيقة هذه اللي لازمنا زاد نكونوا نغزروا لها معناها ان بيس دو موني دو فاس، معناها كي من جهة نغزروا صحيح للفوضى نغزر كذا، لكن من جهة أخرى زاد ناخذوا بعين الاعتبار الناس هذه اللي تحاول تسترزق وتحاول معناها باش تلقمة عيش باش تحسن معناها ظروفها المالية ولا الواحد خلال شهر رمضان.